غير أن المستنقع المونديالي القطري لم يكن بحاجة إلى أحجار كبيرة أو صغيرة، فالإناء نضح بما فيه وبدا واضحا للبصر والبصيرة. إن استقرار البطولة ونجاحها على المحك. دولة تدعم الحروب الأهلية والإرهاب وتنظم كأس العالم الذي يؤاخي بين البلدان والشعوب. دولة تحرض على العداوات والخلافات وتنال شرف إقامة المونديال الذي يحمل رسالة المنافسات الشريفة والمواجهات النظيفة. وما بني على باطل فهو باطل مهما حاول الفاسدون تغليفه بالأكاذيب والألاعيب.